بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. ويل لمن يا ربنا؟ للمطففين، للسلرة، للفرودو، وعلى عنا في العالم الكربي فماش قانون إسلامي يحترم له، فما حيلة؟ أنا مسلمين، أنا مقاضي من طرف بني أمية ثم العباسيين و و و و و حتى الآن أغلب الذين يقودون الكرب هم أقرب الناس عند الرب، يعني هم أفسد الناس ويقودون كذلك ناس مفسدين وهم العرب، إلا من رحم ربنا الرب الذي لم يقدره غالبية الكرب. وحنا نقول لكم اخرجوا من الصفة دي، قولوا احنا نوصف بالإسلام ونميز بالإيمان ونعلو عن طريق الإحسان في درجة قصوى ما خصصها الله لأهل الإحسان. هكذا يكون العمل والتصحيح، لابد من تصحيح كل ما تصفون بأنفسكم، عندكم تعريفات لابد أن تغيروها في اتجاه صالح وتقولوا نحن عرب ولا كرب. إذا كانتوا روحكم دائما كروبات والسخطة من السماء ومن الوطاء ومن الأجواء ومن من 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 قريب ومن البعيد، احنا لسنا نعرف بالكرب، احنا نريد أن نكون عرب، يعني نفهم مقدر الرب فأعلى شأنا. وقال الرب لكونه ذكر لكم القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام حين تعظمونه قدره تعزروه، فقد تحصلون على قدر عظيم باتباعكم للرسول الأمين العظيم عليه الصلاة والتسليم.